مرحبا، معكم محمد خلف في هذا الفيديو من الاب انفنتور. بدنا نشرح برنامج كيف نعرض الاسم كامل. بالبداية بدنا نضيف تو هوريزونتال لاي اوت عشان الديزاين، راح نشوفهم عن طريق الكود في البرنامج. بعد هيك بدنا نضيف تو ليبل على اساس نعرف المستخدم شو اللي بده يضيفه، وبدنا نضيف تو تكست بوكس ندخل منها الاسم الفيرست نيم واللاست نيم، وبدنا كمان ليبل نعرض عليه الاسم الكامل بعد ما نكبس البوتون اللي هو الحدث اللي بيصير لتفعيل او تشغيل البرنامج او الفانكشن. نروح لل اب انفنتور، بعد هيك نعمل ستارت نيو ابلكيشن فول اندرسكور نيم، لانه ما بيقبل فراغات ولا بيقبل حروف بالبداية. بعد هيك زي ما حكينا بدنا نضيف تو هوريزونتال لاي اوت. من وين الهوريزونتال لاي اوت؟ من عند اللاي اوت بنجيب اول هوريزونتال وبنجيب ثاني هوريزونتال. بعد هيك ممكن على اليوزر انترفيس بدنا نضيف اللي هو الليبل الاول، بدنا نضيف الليبل الثاني بالهوريزونتال الثاني، ثم بدنا نضيف التكست بوكس للاول والتكست بوكس الثاني بهاي الطريقة. طبعا انت ممكن تنقله زي هيك الطريقة، هاي صار عندنا اثنين. وبدنا نضيف الليبل اللي نعرض عليه الاسم الفول نيم، وبدنا نضيف البوتون اللي بده يسوي لنا الحدث اللي هو بده يشغل الفانكشن. طبعا نقدر من السكرين نخليها اللاين هوريزونتال، نخليها سنتر، ثم بدنا نغير الاسماء. التكست فور ليبل 1 بدنا نسميها فيرست نيم، وبعدين الثانية بدنا نسميها لاست نيم. لاست نيم بعد ما خلصنا بدنا نسمي البوتون، نسميه برنت نيم، وبدنا ليبل بالأخير عشان بدنا نوضحه، بدنا نعرض عليه الاسم الفول نيم، فبدنا نخلي الخط من الفونت سايز خليه مثلا 40. طبعا احنا بنعرف انه بالنسبة للخط واللون لأي كومبوننت، أي ديزاين كومبوننت، بكون على اليمين من البروبرتيز. بعد ما خلصنا بدنا نروح على البلوكس. خلصنا الديزاين بدنا نروح على البلوكس، بدنا نجيب لما نعمل كليك، فمعناته لما بدنا نعمل كليك بدنا نجيب أول حدث نكبس الكبسة اللي هي البرنت، بدنا نجيب من بوتون 1 اللي احنا ضفناها بالديزاين ونجيب كليك. من كليك بدنا احنا نعرض اللي هو الفول نيم، بدنا نعرض على وين؟ على الليبل، فبدنا نجيب ست ليبل تكست. بعد ما نجيب ست ليبل تكست، طبعا كله دراج دروب يعني بتسحب وبتلزق، بدنا نشوف من وين بدنا نجيب التكست. التكست الاول بدنا نجيبه من تكست بوكس 1، فمعناته بناخد get text اللي هي بيكون لونها افتح شوي من الثانيات. ممكن تسحب اي وحدة get وبعدين تغيرها ل text. بعد هيك بدك تروح على text box الثانية وتجيب نفس المبدأ وتغيرها ل text. بدك تتذكر انه عندك text box 1 text box 2. الان لما بدنا نجيب text box 2 ما راح تضيف، فبصير عندنا مشكلة انه بدنا نضيف اكثر من تكست على نفس الليبل. ففي فانكشن او بلوك جاهزة بالاب انفنتور، من الشمال من البلوك بنجيب من التكست بتطلع لفوق، ثاني واحدة اسمها جوين. الجوين بتضيف تكست بوكس 2 تحت وتكست بوكس 1 اللي هي الفيرست نيم واللاست نيم. صار في عندنا لما نيجي بدنا نعمل نفعل الابليكيشن بصير في عندنا مشكلة انه في فراغ، فبنجيب تكست فاضي على اساس نضيف وبنحط فيه فراغ. طبعا بنكبس بالنص وبندخل الفراغات اللي بدنا اياها بين الفيرست نيم واللاست نيم. طبعا كيف بدنا نضيفه على الجوين؟ من عند السيتنج الاشاره هاي بتكبس عليها، بتصير في عندك الشاشه التاليه، في سترينج اسمه مجموعه من السترينج. السترينج الاولى دخل اعطيناها الفيرست نيم من تكست بوكس 1، والسترينج الثاني اعطيناها تكست بوكس 2. بنجيب السترينج الثالثه بنحطها بالنص على اساس تكون الفراغ، وبنعطيها الفراغ اللي هو اصلا احنا عبيناه.